رغم استخدامه بكثافة في بريطانيا، لا يزال لقاح أسترازينيكا غير مرغوب فيه من قبل أغلبية الألمان، حتى بعد حصوله على ترخيص من دائرة الأدوية الأوروبية وشركاء الحكومة الألمانية، أكثر من 56 مليون جرعة منها. ألمانيا التي ستحصل على حوالي 56 مليون و300 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا تحاول منح مواطنيها المزيد من الثقة به على الرغم من حصوله على الترخيص الأوروبي وفاعليته الجيدة. حتى أحزاب المعارضة تتفق مع الحكومة على ضرورة أن يتاح المجال للقاح البريطاني، نظرا لسرعة عملية التطعيم به، فهو يعطى بجرعة واحدة ويمكن تخزينه لأشهر بلا درجات حرارة منخفضة جدا. يمكنني القول سواء أسترازينيكا أو بايونتك أو موديرنا أو قريبا جونسون أند جونسون، كلها مرخصة وجيدة ولديها فعالية عالية، وهذا مهم جدا لكي يحصل جميع المواطنين على تطعيم ضد فيروس كورونا. ورغم ثبوت فعالية أسترازينيكا، ظهرت أعراض على بعض من تلقوا جرعة منه لكنها لم تدم طويلا. خوف الناس منه تأتي برأيي من بعض الآثار الجانبية للقاح، مثل ارتفاع الحرارة والرجفان وبعض الألم، بعض الآلام، وهي أعراض حصلت معي شخصيا بعد أن تلقيت اللقاح، ولكنها بالحقيقة أعراض عابرة، ويكون الإنسان بعدها عنده مناعة كافية جدا. حدوث بعض الأعراض بعد عملية التطعيم بلقاح أسترازينيكا أثار مخاوف المواطنين الألمان، ما جعلهم يفضلون لقاحات أخرى عليه. بايونتك، لا أريد أسترازينيكا، وذلك لأن بايونتك تمكنت مع الأمريكيين في اكتشاف أفضل لقاح ضد كورونا. أفضل لقاح فايزر، لقد سمعت عن لقاح أسترازينيكا وأن من يتلقاه يمكث عدة أيام في الفراش، وهذا ما حصل مع بعض أصدقائي. وتجدر الإشارة إلى أن عددا من الدول الأوروبية من بينها الدنمارك أوقفت استخدام لقاح أسترازينيكا نظرا لمضاعفاته. رغم تطمينات الحكومة والهيئات المسؤولة عن اللقاحات في ألمانيا حول فعالية لقاح أسترازينيكا، إلا أن الأغلبية تفضل لقاح بايونتك فايزر حتى وإن تأخرت مواعيد التطعيم في عموم البلاد. مكسيم العيسى، الحرة، برلين.